معنا عبر سكايب من الدوحة الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي، مرحبا بك. إذا مع استمرار المباحثات لإعلان الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية، هل تعتقد أن عبد المهدي يمكن أن يقدم وجوها غير تلك التي ملها الشعب وخرج للشوارع رافضا لها ولسياستها؟ شكرا لكم على الاستضافة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن رئيس الوزراء المكلف بين فكي كماشة، وعلى الأقل في الظاهر يبدو لحد هذه اللحظة أنه يسعى إلى أن يكون هناك تغيير في الكابينة الوزارية الجديدة. لا أعتقد أن هذه الكابينة الوزارية الجديدة المفترض أن يكون بحسب آخر ما ورد اليوم تصريحات محللين أو خبراء ومتابعين الناس، ستكون على الأقل هي نسبة تغيير 50% من الحزبيين الشخصيات التي ترشح من قبل الاحزاب. لا ننسى انه عبد المهدي في العشرة ايام الماضيه فتح باب ترشيح مثل موقع الكتروني لاستقبال السير الذاتيه لمرشحين ووردت الى الاف. طبعا هذه الخطوه ايضا شكلت محل تندر بين كثير من المتابعين، وان كان هناك بعض من الساده من مدح هذه الخطوه، اعتبر انها ولا علامة التغيير الذي ينوي عبد المهدي يقوم به. لكن الحقيقة أن السلطتين الرئيسيتين اللتين رشحتا عادل عبد المهدي ووافقتا عليه هما تحالف البناء تحالف الصدر. حتى اللحظة يبدو هناك اختلاف، وإن كان الظاهر على الأقل من تيار البناء اللي هو تيار الحشد ودولة القانون لا يرضى أن يكون المرشحون مستقلون تماما، إنما ربما لا يكون بالضرورة ممن فازوا في البرلمان أو من الوجوه البارزة في هذه الأحزاب المشكلة لتحالف البناء. لكن مقتدى الصدر على الأقل يبدو حتى هذه اللحظة داعما لفكرة أن يكون عادل عبد المهدي له الخيار الكامل في تشكيلة جديدة كليا، وهو أعطاه الخيار في أن لا يختار أحد من ستة سائرون وربما تحالف الإصلاح. لكن هذه الخطوة مبكرة لأن هناك أسماء كثيرة وهناك عراقيل أكثر قبل تشكيل هذه الحكومة وقبل إعلان المرشحين لهذه الوزارات. طبعا يعني أفهم من كلامك سيد حسين، عفوا، أسبوعان ربما على الأكثر لتقديم الإصلاح الأولى. يعني على الرغم من وعود رئيس الوزراء المكلف بإنهاء عرف المحاصصة، هل يمكن أن يخرج توزيع هذه الحقائب الوزارية عن المحاصصة؟ طبعا المحاصصة هذا أمر أصبح إذا صح التعبير أمر قدري في هذه العراق الجديد ما بعد الاحتلال ما بعد 2003، يتشكل على أركان حزبية مناطقية تابعة للمكون. ولا ننسى أن التحالفين الرئيسيين كما قلنا ذكرناهما في الإصلاح أو البناء هما أيضا تتقاسمه التيارات الشيعية والسنية. لا ننسى أنه قبل بضعة أيام رد بعض السياسيين على عادل عبد المهدي أو النوايا الأولى لعادل عبد المهدي في تشكيل حكومة تكنوقراط أو على الأقل مرشحين مستقلين، منهم أحمد الجبوري محافظ صلاح الدين، ومنهم حتى جماعة آل الكربولي في الحل، وحتى بعض الأطراف الشيعية دعت عادل عبد المهدي للتخلي عن هذه الفكرة لأنها ستؤدي إلى حكومة ربما لن تنال الثقة، أو إذا نالت الثقة فإنها ربما ستسقط خلال العام. وبالتالي هؤلاء المعترضون بعضهم يقول إننا فزنا بأصوات مناطقنا وبالتالي لابد أن نمثل هذه المناطق تمثيل حقيقي، ولابد أن يكون ضمن هذه التشكيلة الجديدة لكي نخدم هذه المناطق التي فزنا بأصوات أبنائها. لكن بعض الأشخاص أو بعض السياسيين بعض المتابعين يرى أن هذه الفرصة المتاحة لعادل عبد المهدي قد لا تذكر لغيره، وربما هو يلجأ إلى الذهاب إلى مرجعية النجف الشيعية لنيل دعمها لتشكيلة جديدة. لكن حكومة كفاءات يعني تكون المكون الكردي والسني ربما تبدو هذه الخطوة صعبة جدا، خصوصا في ظل الحزب الديمقراطي الكردستان بدعم البرزاني انه يرى انه لابد ان يكون هناك تمثيل حقيقي للحزب بعد خسارته منصب رئاسة الجمهورية. يعني النائب برهان المعموري قال ان هناك شخصيات تخلق الفوضى مع قرب اعلان الحكومة، هل يمكن ان يفرضوا امرا واقعا على تكوين هذه الحكومة بهذا الاسلوب؟ يعني
نعم بالتأكيد، يعني هو هذا الحقيقة والواقع أنه كل المؤشرات تقول أن عبد المهدي في طور النوايا، والنوايا غير التطبيق. عندما تصل الأمور على المحاك وكما يقول العراقيون تصبح الحديدة حارة، هناك يبدو أن عادل عبد المهدي سيلجأ إذا كانت بعض الكتل ترفض المشاركة أو دعم هذه الحكومة. ولا ننسى كما قلت أنا قبل قليل أن المكون السني والمكون الكردي لن يقبل أنه المرشحون أو الوزراء في الحكومة القادمة المحتومون عليهم لن يكون من ضمن هذه الأحزاب التي فازت، لأنه هم يقولون أنه نحن مرشحون على مناطقنا ونحن يجب أن نمثلها تمثيل حقيقي. ووجه القلق عند المكون السني والكردي، لأن المكون الشيعي هو بالأصل يحكم، وهذا الإشكالية حقيقيا من الوزارات كلها يسيطر على المكون الشيعي، حتى في الوزارات التي يكون وزراءها من المكون السني والكردي. خاصة رأينا في كثير من الأمور أنه الإشكالات والعقبات كوارث تقع على المناطق السني والكردي. لا ننسى أنه محافظة نينوى، محافظة الأنبار، محافظة صلاح الدين تعاني معاناة كبيرة، الموصل منذ أكثر من سنة ونصف تعاني معاناة عظيمة لم تلتفت إليها الحكومة. وحتى في المناطق التي في الجنوب اليوم محافظة البصرة تدعو لأن يكون هناك تمثيل حقيقي يمثل هذه المحافظة المنكوبة. وأظن كانت المباراة لها مؤشر أولي لرغبة الشعب العراقي والعراقي وجزء كبير من العراقيين في تغيير حقيقي ينبغي أن يطال التشكيلة الجديدة التي يتوسم بعادل عبد المهدي أن تكون مختلفة ومتنوعة وجديدة في الإطارات والسياقات والعمل الحقيقي. طيب كيف تقرأ تصريح ائتلاف النصر أن بعض الكتل السياسية ستفرض سياسة الأمر الواقع لإحراج عبد المهدي؟ هذا أمر أيضا ممكن وليس بالضرورة أن يكون مثاليا، بل ربما أقرب إلى الحقيقة. كما قلت آنفا أن بعض الكتل تريد أن تحظى بجزء من الكعكة. لا ننسى أن الحكومات العراقية كلها منذ 2003 إلى اليوم هي عبارة عن كعكات كبيرة، وكل يحاول أن يحظى بنصيب من هذه الكعكة. الوزارات العراقية، لا نتكلم عن دولة فقيرة بل عن الدولة المصدرة الثانية في النفط في العالم، هناك 3.5 مليون برميل يوميا، نتكلم عن مليارات شهريا. وبالتالي كل وزير يسعى من خلال وزارته إلى أن يكون ثروة له ولمن بعده من الأحزاب. وبالتالي إذا كانت هذه الأحزاب ترضى أن تتخلى عن وزارة فيعني تتخلى عن الثروة. وإذا علمنا أن معظم السياسيين هؤلاء هم من ضمن منظومة الفساد المتحكمة بالعراق، فكيف يمكن أن يتخلوا عن هذه الحظوة وهذه الثروات أو هذه المناصب؟ ولذلك عندما يستجد الوضع وتصبح الحقيقة هي المطلوبة، سيتخلى هؤلاء الساسة وهذه الكتل عن المثالية وعن الدعايات، وسيطلب كل منهم بحصته بشكل أو بآخر. إذن وسط هذا الابتزاز الذي تمارسه الأحزاب، هناك من يقترح حكومة كفاءات أو كما تسمى تكنوقراط. هل تعتقد أن يتوافق شركاء العملية السياسية على هذه الفكرة؟ يعني هو كل حتى حكومة العبادي قيل أنها حكومة تكنوقراط، وكان أحد العبادي كثيرا في مؤتمرات الصحفية ما يجادل أن حكومته هو حكومة كفاءات، ومعظم الوزراء فيها هم من أصحاب الخبرة وأصحاب الاختصاص. لكن الذي شهدناه أن الحكومة قبلت بشرا ذريعا، وحتى الوعود التي أطلقها حيدر العبادي قبلت بإرادات الكتل السياسية، وهو فشل فشلا ذريعا في محاربة الفساد. وربما أنا أعتبر في شخصيا أن السبب الرئيسي أنه فشل في الوعود التي أطلقها منذ عام بأنه المعركة بعد ذلك ستكون معركة ضد الفساد. السبب الرئيسي في فشله إرادته الشخصية ثم إرادة حزب الدعوة التي ننتبه إليه. ولا ننسى أن العراقيين شبه إجماع على أن الفاسد الأكبر في العراق طيلة على الأقل 10 سنوات الماضية هو نور المالكي الذي يتزعم حزب الدعوة، فكيف يحارب حتى العبادي زعيم حزبه وهو الفاسد الأكبر؟ ولذلك التعويل على مسألة حكومة كفاءات وحكومة نخب في التشكيلة الجديدة ربما يبدو بعيد المنال في ضوء الثقافة التي تحكم العمل السياسي في العراق اليوم، والمنظومة
العميقة التي تتحكم بمفاصل الاقتصاد والثروات. واحد من الأمثلة ربما أنه جبار العيدي الذي كان وزير النفط عين على مؤسسة النفط العراقي التي أشيت قبل تقريبا شهر، وهذا الرجل هو أيضا فشل في منظومة العمل الآبار النفطية الحفر غيرها، وهو ابن الاقتصاد، يعني هو كان منذ 30 سنة ربما من ضمن منظومة العمل النفطي في العراق حتى من أيام النظام السابق، ومع ذلك لم نشاهد أن ما يجري اليوم في منظومة العمل في وزارة النفط كانت حقيقية. ويطبق هذا المثال على وزارة الموارد المائية التي يتبوأ منصبها فقط مختص وهندسة مياه والنقل وغيرها من الوزارات، ولذلك التعويل على أن تكون هناك حكومة سفارة أو تكنوقراط ربما أمر بعيد، لكن نقول عسى ولعل أن حيدر العباد عفوا عادل عبد المهدي يعمل خطوة حقيقية تكون فرصة لتغيير الوجوه الصالحة التي مرت على العراق. شكرا جزيلا لك عبر سكاب من الدوحة الصحفي والإعلامي العراقي حسين دلي.